غياب كبير للنشمي، لكن هنا الكرة وصلت الآن، وصلت الكرة للقيصوم، الله! أول الأهداف عن طريق خورخي اليوت، خورخي يسجل للقيصومة أول الأهداف وأجملها. الله على بداية، الله على اليوت، اليوت لا يهاب الجبلين أبدا، اليوت خورخي يسجل هذا البرتغالي أول الأهداف، حطها في الجهة اليسرى، حطها في زاوية صعبة، اليوت خورخي. شوف الكرة من محمد الواكد، لعب الكرة خاطئة، بعد ذلك وصلت إلى لوكاس، ثم وصلت إلى اليوت خورخي، حطها في الزاوية الصعبة. شوف الاستلام، شوف التمريرة كانت من عمر الصحيمي، الخورخي يسجل أول الأهداف اليوت. حلوة الكرة الماضية وأول الأهداف، دائما ما يسجلون من خلال هذه الركلات. كرة ملعوبة عرضية، عرضية وسط، الله الله الله، نيلسون فرناندو يسجل التعادل للجبلين. يا الله يا الله على هذا الارتقاء وعلى هذا الهدف. قلت لكم من الأول الجبلين خطير في ركلات الزاوية، ودائما ما يسجل من مثل هذه الكرات. نيلسون فرناندو سجلها، نيلسون فرناندو ثبتها في الشبكة وفي المرمى، هدف للجبلين. لكن بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لأحد لاعبي القيصومة. هدف أول للجبلين وهو الهدف التعادل بهذه المواجهة. شوف الكرة وشوف ركلة الزاوية وشوف الارتقاء، شوف الارتقاء من نيلسون فرناندو البرازيلي، شوف العرضية من الياسة بالحساني، ارتقى فوق الجميع. حارس المرمى خلف، هنالك اعتراف من جانب الجمهور على إعادة الكرة لحارس المرمى، لكن هذه خطيرة، هذه خطيرة، وصلت إلى سليمان السعيد، إلى إسرائيل، إسرائيل بوريتو، الياس إلى إسرائيل، الله الله الله، هشام هشام آل دبيس، بالسلامة بالسلامة يا هشام، جاب الغنيمة جاب الغنيمة جاب الغنيمة الجبلاوية، الله الله الله، سلامتك يا شمس الأرض وقمرها ونور النجوم اللي علينا تضوي، سلامتك يا هشام، بالسلامة والله يا هشام، لكن الله عليك ما فيها شيء، راسية بالمرمى، ثاني الأهداف، ثاني الأهداف، هشام هشام هشام، الجبلين لا يسقط، الجبلين لا يسقط، هنالك هشام، هنالك ختام، هنالك هشام، هنالك. شوف العرضية، شوف اللمسة، اللمسة الماضية، هنا هنا الياس، شوف العرضية إلى هشام، أوه يا قلبي يا هشام، يا ويلي يا هشام، بسم الله عليك، والله بسم الله عليك، أوه 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 أوه، هشام آل دبيس، بالسلامة يا هشام، لا إن شاء الله سليمة، إن شاء الله سليمة، أوه لا لا لا، الأمور طيبة بإذن الله، الأمور طيبة بإذن الله، بغض النظر عن الهدف، وبغض النظر عن أي أمور ثانية، سلامة اللاعب هي الأهم، سلامة